في الحقيقة كان في صورة حضارية قدمها الأشخاص ذوي الهمم اللي كانوا حريصين على المشاركة بكثافة في تصويت الانتخابات الرئاسية. ذوي الهمم قدموا مشهد عظيم أمام العالم كله، مش أمام المصريين بس، كان مشهد بيعكس الحرص الدائم على أداء الحق الدستوري بكل إيجابية، وخصوصا أن كان في أيضا على الجانب الآخر تسهيلات من الدولة اتعملت لتشجيعهم أن هم يكونوا حاضرين خلال هذا المشهد. معنا على الهاتف دلوقتي الأستاذ حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم عشان نتعرف منه على التفاصيل أكتر. صباح الخير على حضرتك، وبعد التحية يعني حابين نعرف منك عن الصور المشرفة يمكن لفتت انتباه الجميع في مختلف المحافظات الحقيقة من خلال مشاركة ذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية خلال الثلاث أيام اللي فاتوا. صباح الخير استاذ جوانا، صباح الخير استاذ مصطفى. خلينا اقول لحضراتكم الاشخاص ذوي الاعاقه ضربوا مثل حقيقي في المشاركه الايجابيه، وقدموا صوره حضاريه عن الدوله المصريه، وكمان كانوا بيقولوا ان احنا حصلنا على عدد من الاستحقاقات خلال الفتره اللي فاتت والعشر سنين اللي فاتوا، وكان لابد ان احنا كلنا دور حقيقي في بناء الوطن، ما يكونش دور كده وخلاص. عايز اقول لحضرتك انه على مستوى كل المحافظات متابعينا رصدوا الخروج الإيجاب من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقتهم بشكل كبير جدا على كل اللجان. كمان في نقطة تاني، فكرة التيسيرات والإتاحة اللي قدمت من خلال التعاون اللي حصل ما بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات على مدار الفترة اللي فاتت، واللي أسفرت النهاردة إن احنا نلاقي الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية متاح ليهم طريقة التصويت بطريقة برايل، ويبقى ليه خصوصية وهو بيدلي بصوته الانتخابي ورا الستارة، إنه حتى لا يتخلف أحد عن الركب، وان الكل يبقى موجود داخل دائره الاستحقاق الانتخابي، والكل يبقى موجود داخل دائره الحقوق، ده امر مهم جدا في المشهد. النقطه الثانيه، اخواتنا من اصحاب الاعاقات السمعيه، انت كنت بتحتاج مترجم اشاره علشان خاطر يقدر يتعامل معاه، يقدر ان هو يوجه له الامور المتعلقه بفكره التصويت بيكون ازاي. النهارده البوستر اللي تم التعاون بين المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه والهيئه الوطنيه للانتخابات، واللي كان بيترجم بلغه الاشاره كافه الارشادات وكافه الخطوات اللي بتساعد الناخب من ذوي الاعاقه السمعيه انه يدلي بصوته، ده كان امر مهم جدا. وعايز اقول لحضراتكم انه بطله البوستر نفسه اللي كان موجود على كل اللجان الانتخابيه سواء في الداخل او في الخارج هي واحده من اخواتنا العاملين داخل المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه. ده بيقول لحضرتك مدى حرص الاشخاص ذوي الاعاقه على فكره الادلاء بصوتهم الانتخابي ومشاركتهم في بناء وصنع الجمهوريه الجديده. النقطه الثالثه، التيسيرات اللي حصلت من اخواتنا من اصحاب الاعاقات الحركيه من توفير الكراسي المتحركة، اللجان اللي موجودة في الطور الأرضي، مساعدة القضاء في بعض الأدوار في بعض اللجان اللي كانت اللجان فيها في الدور الثاني أو أدوار علوية، متابعينا على مستوى الجمهورية اللي كانوا موجود منهم 150 على مستوى الجمهورية، بالإضافة ل 5000 متابع ثاني من اللي صدر لهم تصريح متابعة لبعض الهيئات والجمعيات والمنظمات، كلهم كانوا بيتكلموا على مدى حرص وتعاون القضاء إن هم كانوا بينزلوا لغاية الشخص ذوي الإعاقة للإدلاء بصوته. النقطة الثانية، كانت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عندنا، واللي كانت مستمرة ومنعقدة على مدار الساعة في تواصل لحظي بينها ما بين كافة غرف العمليات الأخرى، كنا بنستقبل مكالمات التليفون اللي فيها حرص من الأشخاص ذوي الإعاقة اللي مش قادرين ينزلوا عشان يدلوا بصوتهم نظرا لإعاقتهم، علشان خاطر إن هم عايزين يلبوا هذا الاستحقاق. كان بيتم تواصل لحظي من غرفة العمليات وبين قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وكان بيتم بالفعل توفير وسيلة انتقال بتنتقل ليه العربية لغاية بيته وينزل يدلي بصوته واستحقاقه الانتخابي ويرجع تاني، لدرجة إن احنا كنا بنستقبل اتصالات تليفونية كانت بتشكر الجهد اللي قامت بيه الدولة المصرية، والجهد اللي قامت بيه الهيئة الوطنية، والجهد اللي قام بيه المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إن احنا نلاقي هذه الانتخابات بشكل حضاري. صحيح أستاذ حسام. الأهم ده إن الأشخاص ذوي الإعاقة هم نازلين كانوا بينزلوا لوحدهم، كانوا بينزلوا هم وزويهم، وده بيأكد لحضرتك نجاح فكرة الوعي. احنا اشتغلنا في المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة اللي فاتت على فكرة الوعي، لفينا من خلال المبادرة اللي طلعت بسبب الانتخابات اسمها مبادرة صوتك حقك، لفينا 27 محافظة انتقلنا للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجلس ل 27 محافظة، قابلنا الأشخاص ذوي الإعاقة في القرى والنجوع، رفعنا الوعي المتعلق بفكرة المكتسبات اللي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة
الفترة اللي فاتت. صحيح. ووصلنا للأشخاص ذوي الإعاقة كل الخطوات والتيسيرات وسبل الإتاحة اللي تم توفيرها داخل اللجان، علشان نقول للأشخاص ذوي الإعاقة لابد أن نكون صورة حقيقية ومشرفة تكون بتضرب مثل حقيقي قدام مصر وقدام العالم وقدام الكل، في أن النهاردة كافة هذه الاستحقاقات. صحيح. كانت بالنسبة لنا إحنا يعني حق، فبالتالي علينا واجب لازم نأدي ناحية بلدنا. طيب في الحقيقة يعني دي مش أول مرة نشوف فيها إقبال من ذوي الإعاقة وتنظيم من المجالس المتخصصة المسؤولة عن هذا الأمر، إن هم يبقى في تعاون بينهم بين الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن أنا عايز أسأل على نسب الإقبال. هل في نسب رصدت في هذا الماراثون الانتخابي ونسب رصدت قبل ذلك؟ هل في أرقام معينة نقدر نقول فيها هنا حصل إيه هنا حصل إيه؟ هل في أرقام متعلقة أيضا بالأعمار اللي نزلت؟ يعني كلمني عن الأرقام اللي عند حضرتك يا أستاذ حسام. خليني أقول لحضرتك إنه كمان كما تم إعلانه امبارح من الهيئة الوطنية للانتخابات إن أنت ما عندكش حصر حقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة تقدر إن أنت تعتمد عليه، لكن كمان كان التعاون الثلاثي اللي حصل ما بين الهيئة وما بين المجلس وما بين وزارة التضامن الاجتماعي في إنه على الأقل زي ما أعلنت امبارح الهيئة إنه كان في 1,300,000، لكن أنا عايز أقول لحضرتك إنه الأعمار المسجلة داخل قواعد الكشوف الانتخابية من الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لتعداد الجهاز المركزي للتوعيه العامه والاحصاء 2.5 مليون من الاشخاص ذوي الاعاقه لهم حق التصويت، يعني بلا مبالغه اقدر اقول لحضرتك انه يعني حوالي من 70 ل 75% من الاشخاص ذوي الاعاقه كانوا موجودين داخل هذا السباق الانتخابي. نسب المشاركه زادت تقريبا بنسبه 100% عن الفترات اللي فاتت، لانه ببساطه التيسيرات اللي حصلت المره دي كانت مهمه جدا. عايز اقول لحضرتك ان الدكتوره ايمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه كانت حريصه خلال الثلاث شهور اللي فاتت مع الهيئه الوطنيه ان يتم تسجيل كافه الامور علشان خاطر نلاقي حياه انتخابيه ونلاقي نزول حقيقي للاشخاص ذوي الاعاقه، وليكن على سبيل المثال ان بطاقه الاقتراع اللي كانت موجوده جوه اللجان الانتخابيه حصل عليها اكثر من بروفا زي ما بنقول جوه المجلس من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه نفسهم، علشان نشوف اليه التصويت ونشوف الامور المتعلقه بفكره ان البطاقه تطلع بشكل ميسر للاشخاص ذوي الاعاقه. ده ساعد حضرتك انك تزيد النسبه عن الاستحقاقات اللي فاتت بالشكل الكبير اللي احنا شفناه المره دي اللي ممكن يكون بيفوق بالفعل ارقام كبيره جدا. النقطه الثانيه فكره الشباب من الاشخاص ذوي الاعاقه اللي لديهم الوعي الحقيقي ان هم ينزلوا هم وزويهم علشان خاطر المشاركه. احنا النهارده كنا بننزل نلاقي الاشخاص ذوي الاعاقه نفسهم. صحيح. هم اللي بيساعدوا بعض، يعني احنا كان عندنا صوره مشرفه وحقيقيه في اليوم الثاني الاشخاص من قصار القامه وهم بيتعاملوا مع الاشخاص زمايلهم من ذوي الاعاقات السمعيه وواخدين بعض ورايحين للجان الانتخابيه. ده رفضناه ان لا الشخص ذوي الاعاقه هو رايح اللجنه الانتخابيه مش رايح لوحده، في مشهد حضاري موجود بيقول لك ان كل حد بيشد الثاني وبيوصل المعلومه للثاني عشان خاطر فكره النزول. متابعينا رصدوا ده على كل المستويات، ولكن كمان احنا منتظرين الارقام النهائيه من اللجنه الوطنيه من الهيئه الوطنيه للانتخابات علشان خاطر واحنا اكيد هنتواصل مع حضرتك طبعا عشان كمان نعرف الارقام بالتحديد. نشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ حسام الدين الامير المستشار الاعلامي للمجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقه، شكرا لحضرتك.